السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة من حلقات وورلد سبورتس. بنكون معاكم كل يوم جمعة، معلش اتأخرنا عليكم النهاردة لمدة ساعة بسبب نهائي تنس الطاولة للنادي الأهلي فاز بيه. هنبقى معاكم إن شاء الله من الساعة 6 وحتى الساعة 7:30 علشان نتكلم في كل الأحداث العالمية. بنتكلم في كل الأمور الخاصة بالكرة الأوروبية العالمية، هنتكلم معكم أكتر في أحداث الأسبوع الماضي والأخبار وأبرز المواجهات والمباريات، وأيضا هنتكلم على أسبوع قوي جدا هيبدأ من بكرة في أسابيع الحسم للدوري الإنجليزي، طبعا مباراة تشيلسي وليفربول واللي انتهت بفوز ليفربول 2-0 وصلاح يحرز هدف رائع زي ما جمهور تشيلسي وصف محمد صلاح بالمفجر الإرهابي. محمد صلاح نجح انه يفجر مرمى تشيلسي بهدف رائع جدا جدا جدا. محمد صلاح بيرفع رصيده من الاهداف ل 19 هدف علشان يتساوى مع سيرجيو اجويرو لاعب مانشستر سيتي وايضا هداف الدوري الانجليزي. محمد صلاح للموسم الثاني على التوالي بيتصدر هدافي الدوري الانجليزي مع اورا ساديو ماني لاعب ليفربول، طبعا قوة ضربة كبيرة جدا في هجوم ليفربول، ثلاثي خطير صلاح وفيرمينيو وماني. محمد صلاح من مباراة تشيلسي إلى دوري الأبطال ومباراة بورتو، وبينجح ليفربول بالفوز برباعية على ملعب دراجاو في البرتغال. مباراة كانت قوية لكن المباراة الأولى سهلت الأمور على فريق ليفربول وقدر إنه يفوز بثنائية، وبالتالي مباراة البرتغال ليفربول ينجح إنه يتخطى فريق بورتو بكل سهولة. صلاح بيصنع هدف أول، الفار بيأكد صحته لساديو ماني، وبعديها محمد صلاح بيحرز هدف لتأكيد صعود فريق ليفربول. أما طبعا باقي اللقاءات كانت برشلونة ومانشستر يونايتد، وفوز مستحق لبرشلونة على مانشستر بثلاثية. برشلونة من 2015 لم ينجح في الصعود إلى دور قبل النهائي وفك العقدة، عقدة كانت كبيرة جدا بالنسبة لميسي وسواريز ورفاقه، لكن فالفيردي بينجح إنه يفك العقدة. أما بقى مباراة أياكس ويوفنتوس، وأياكس بيفكرنا كده بأيام كرويف وأيام نجوم أياكس أمستردام في لعب الكرة الجميلة، قدروا إن هم يقصوا فريق يوفنتوس من دور الثمانية زي ما أقصوا فريق ريال مدريد قبليه علشان ينجحوا في إدراك دور نصف النهائي بعد إقصاء ناديين من أكبر الناديين اللي موجودين في العالم، وأحد المرشحين ريال مدريد أكيد واحد من المرشحين وحامل اللقب لثلاث مرات على التوالي. أما فريق يوفنتوس بوجود رونالدو فهو كان المرشح الأقوى بعد ما ليفنتوس عمل ريمونتادا أمام فريق أتلتيكو مدريد ونجح بالفوز 3-0 الهاتريك عن طريق رونالدو، لكن رونالدو أحرز هدف المباراة الأول وهدف المباراة اللي كان في ملعب اليوفنتوس، وبالتالي هدفين رونالدو لم ينجح في إيصال يوفنتوس إلى دور نصف النهائي. مفيش شك إن أياكس بيقدم كورة جميلة جدا جدا، عندهم اتنين لعيبة من أحلى ما يمكن، فرانكي ديونج اللي انتقل إلى نادي برشلونة خلاص رسمي، وماتيس ديليخت كابتن الفريق ومدافع الفريق وصاحب هدف التأهل واللي في طريقه هو كمان ب 80 مليون يورو إلى نادي برشلونة. أما توتنهام ومانشستر سيتي وما أدراك ما المواجهة، مواجهة كانت يعني إيه الحلاوة دي وإيه الجمال دي وإيه كرة القدم دي وإزاي الفار يا جماعة بيموت فرق وبيحيي فرق. شفنا الهدف اللي أحرزه ستيرلينج في الدقيقة الأخيرة اللي كان سبب كبير جدا في صعود مان سيتي، وكله احتفل وكله كان بيجري وكله قال خلاص السيتي دخل في دور قبل النهائي، لكن الفار بيكون ليه وقفة حاسمة. الفار بيقتل طموحات مانشستر سيتي وبيقتل طموحات بيب جوارديولا علشان خاطر يعزز وجود توتنهام الفريق المجتهد، الفريق اللي ما تعاقدش مع أي لعيبة خلال طبعا فترتين انتقاليتين هي الشتوي الأخيرة والصيفي الأخير، وبالتالي كمان إصابة هاري كين، لكن عندهم لعيب اسمه سون الكوري الجنوبي اللي بيتمتع بمهارات عالية قوي، راجل مبدع في الملعب. هو وأريكسون وفرناندو لوريانتي لما نزل الشوط الثاني أو لما كان موجود أو لما أحرز هدف، ولوكاس مورا وباقي نجوم فريق توتنهام قدروا إن هم يحرجوا فريق السيتي. خلاصة دوري أبطال أوروبا يا جماعة علشان نكون بس متفقين يفتقد إلى شخصية معينة. دوري أبطال أوروبا عايز شخصية من نوع خاص، عايز شخصية بطل، عايز شخصية واحد عنده طموح،
لكن مهما ان انت تتعاقد وتشتري وتودي وتجيب ويبقى عندك بدل اللعيب 10، ده مش هيخليك تاخد دوري على الابطال. دوري الابطال محتاج شخصيه، شخصيه برشلونه، شخصيه اليوفنتوس، شخصيه ريال مدريد، لكن الانديه اللي بتعتمد على شراء اللعيبه بشكل رهيب زي ما احنا شايفين. انا بتكلم على السيتي، بتكلم على باريس سان جيرمان، بتكلم على الانديه اللي محتاجه فعلا تكون عندها شخصيه البطل من ناحيه القياده الفنيه، من ناحيه جوه الملعب. اللاعب اللي ما بداش قبل كده دوري الابطال اعتقد من الصعب ان هو يحمس زمايله ويكون كمان واحد من اللعيبه الملهمه لزمايله جوه الملعب. شفنا يوفنتوس مع رونالدو كان واحد بس يعني قدر ياثر في مجموعه كبيره جدا من اللعيبه، لكن الحلم ما طولش، فضل موجود بس لحد دور الثمانية وخرج بعديها ايفنتس. بكره ان شاء الله يكون عندنا لقاءات مهمه جدا 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 في الدوري الانجليزي، لكن قبل ما اروح للقاءات الدوري الانجليزي اقول لحضراتكم بكره عندنا ايه. ما ننساش دوري الابطال، ان ليفربول هيلاقي فريق برشلونه في دور قبل النهائي، وايضا توتنهام هيلاقي اياكس في مباراه كره قدم خالصه من المتعه والاثاره والجمال. دوري الاوروبي ايضا قبل ما انسى، دوري الاوروبي استمتعنا بلقاءات كبيره جدا، لكن ارسنال بيصعد ليلاقي فالنسيا في دور قبل النهائي، ايضا اينتراخت فرانكفورت بيحقق مفاجاه ان هو يكون موجود في دور قبل النهائي، لكن امام خصم عديد وخصم قوي هو تشيلسي الانجليزي. وبالتالي عندنا اثنين لعيبه مصريه، محمد صلاح ومحمد النني، قدروا ان هم في موسمين متتاليتين يكونوا موجودين في دور قبل النهائي، سواء في دوري الابطال او الدوري الاوروبي. هل هنشوف الدوري الاوروبي مواجهه انجليزيه خالصه ما بين تشيلسي وما بين ارسنال، ولا هنشوف اسبانيه المانيه، ولا المانيه انجليزيه؟ كلام كتير جدا هنشوفه في الدوري الاوروبي. ايضا كمان في دوري الابطال هنشوف ايه المواجهه النهائيه اللي ممكن نشوفها، هنشوف برشلونه ولا ليفربول، ولا هنشوف توتنهام، ولا هنشوف اياكس. بكره في الدوري الانجليزي السيتي هيلاقي فريق توتنهام في المواجهه الثالثه في 10 ايام في الدوري الانجليزي على ملعب الاتحاد، على نفس الملعب اللي لعب فيه فريق توتنهام في اخر مباراه اللي كانت من ايام قليله جدا في دوري الابطال. كلنا اكيد نفسنا ان السيتي يتعثر امام توتنهام، لكن انا شايف ان الموضوع صعب جدا جدا. تبقى لجوارديولا علشان او يبقى لجوارديولا بطوله علشان يحقق الثلاثيه، حقق كاس الرابطه، وايضا في طريقه الى تحقيق كاس الاتحاد الانجليزي، وفي طريقه الى تحقيق الدوري الانجليزي لو فاز في كل لقاءاته المقبله. نتمنى توتنهام يعني يعمل نتيجه ايجابيه ضد فريق مانشستر سيتي. كمان في نفس الاسبوع يوم الاحد ليفربول هيلاقي فريق كارديف سيتي على ملعب كارديف سيتي، مباراه اكيد هتكون صعبه جدا، لكن كلنا عندنا امال وطموحات كبيره جدا على محمد صلاح ومانيو فيرمينيو ان هم يقدروا يحسموا الثلاث نقاط. ما ننساش ان طبعا في هذا الاسبوع ايضا السيتي هيواجه مانشستر يونايتد في الاولد ترافورد، ودي اخر مباراه بالنسبه لنا عندنا امل كبير جدا فيها ان السيتي يتعثر فيها. عندنا لقاءين في الاسبوع ده، توتنهام واليونايتد، اتمنى كل التوفيق للناديين سواء اليونايتد او توتنهام في سبيل محمد صلاح. ما عندناش اي هدف وما عندناش اي طموحات ولا احلام غير نشوف محمد صلاح نجمنا الكبير جدا، نجمنا المحترف في الدوري الانجليزي، يكون متوج بلقب دوري الانجليزي عشان يكون اول مصري في التاريخ يحقق البطوله الانجليزيه كمان قدام برشلونه. اكيد نتمنى فريق ليفربول ان هو يفوز، حتى لو بنحب برشلونه لكن بنحب محمد صلاح اكتر وبنحب ابن بلدنا اكتر علشان يكون موجود في نهائي دوري الابطال، يستحق ان هو يكون موجود. كلام كتير جدا هنتكلم عليه، واخبار انتقالات واخبار في الصحف العالميه زي ما حضراتكم متعودين، بيكون معانا حاجات بنكون حريصين ان احنا نجيبها لحضراتكم علشان تشوفوها هنا معانا فقط على قناه الاهلي في برنامج جولد سبورتس. هنروح لفاصل وبعديها نرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا.